السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عيد وانتم طيبين. يلا بينا النهاردة نعمل كحك العيد مع بعض ونشوف المقادير المظبوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهاردة ان شاء الله هنعمل كيلو كحك. هعمل الكحك سادة وهيتعمل ناعم شوية، يعني السمنة بتاعته شوية زايدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نبدأ مع بعض كده المقادير وهكتبها لكم برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو. كيلو الدقيق المفروض بيتعمل بنص كيلو سمنة، انا بخلي السمنة 600 جرام، يعني بوزنها 600 جرام. ده كيلو الدقيق نخلته كويس، حطيت عليه باكو بيكنج باودر واللي لونها غامق دي ريحة الكحك، حوالي 2 معلقة ريحة كحك، وبقلبهم وبضيف ليهم نص معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار سمسم، والسمسم ده طبعا متحمص، وبقلب المجموعة دي كلها على بعض. في الوقت اللي انا وزنت فيه 600 جرام سمنة وحطاهم على النار، ممكن تعملي الكحك على البارد، ممكن اعمله على السخن، انا بحب السمنة اقدحها عشان اقدر احتفظ بيه فترة كويسة عندي، ما يحصلوش حاجة، يعني في ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده. على ما السمنة تتقدح او تسخن، معلقة سكر ضفت ليها باكو خميرة فورية وقلبتهم، وضفت لهم حوالي ربع معلقة حوالي سوري معلقتين لبن دافي، وبغطيها جنبي بالشكل ده. بتبدأ الخميرة تتفاعل مع اللبن الدافي مع السكر لغاية ما تخمر وتعلى وتملى الكوباية، أبدأ أضيفها على المحتويات بتاعتي دي، بس بعد ما نحط لهم السمنة. السمنة بتاعتي بعد ما سخنت ببدأ كده ايه افضلها مساحة فراغ كده في وسط الدقيق، وببدأ انزل بالسمنة بتاعتي بالمعلقة الخشب، بقلبها كويس قوي قوي، وطبعا بفضل فترة تقليب بالمعلقة الخشب لغاية ما الحرارة تسمح ان انا اقدر احط فيها ايدي بعد شوية عشان اقدر ابسها كويس، لكن هقعد فترة اعملها بالمعلقة الخشب لغاية لما الدقيق والمحتويات اللي فيه كلها تمتص السمنة كويس قوي، وبعد كده بتبسيها بقى عشان تتأكدي ان كل ذرة دقيق وصلت لها السمنة. بنقلبها كويس قوي، وبعد كده بنبدأ ننزل عليها بالخميرة بعد ما عليت وبعد ما خمرت. هنضيف الخميرة، وهيتفضل لنا في المقادير بتاعتنا المية الدافية او اللبن. بعد الخميرة ما تحطيها في نفس الكوباية عشان تاخدي بقايا الخميرة، ضيفي لبن دافي او مية دافية، بالظبط هتبقى كوباية يعني بالنسبة لكيلو الدقيق. بعد ما احط الخميرة دي هنزل في نفس الكوباية اللبن او المية عشان تاخد بقايا الخميرة اللي موجودة، وهضيفها على العجينة. لو انا الكوبايه دي بقيت منها شويه، هم قد الشويه اللي انا كنت حاطه فيهم الخميره، فبالظبط هتبقى المحصله هي كوبايه. اعجنيها بقى كويس قوي، يعني زي ما نقول بنلت العجينه كويس قوي عشان كل المحتويات تتجانس كده مع بعض. وبعد كده ببدا اشكلها، وبعد ما تتشكل اسيبها ساعه كده تخمر، وبعد كده ابدا احطها في الفرن. من امتع الحاجات طبعا اللي احنا متعودين عليها في رمضان من صغرنا هو عمليه تشكيل الكحك وفرحته واللمه بتاعته. ممكن القوالب، وممكن في بصمات او ختامات، وممكن المنقاش. انا بسوي الكحك في الفرن الكهرباء، عشان كده الصاجات اللي انتوا شايفينها دي الصاجات الصغيره دي بتاعت فرن الكهرباء، بتريحني عن فرن البوتاجاز. بحط الكور، العجينه بتاعتي كور بالشكل ده ما بينها مسافات، وبعد كده يا دوبك انت كل اللي بتعمليه بتحطي قالب التشكيل عليها، وضغطه صغيره على الراس بتاعت القالب بتدي شكل لوسط الكحكايه كده، وترفع القالب عنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى برص السجاد بتاعتي كلها وبعدي عليها بالقالب ده. غير القوالب دي اللي متاحه عند كل محلات الادوات المنزليه، اللي في ايدي دي زي بصامه او ختامه، شكلها جميل جدا واستعمالها سهل. لما انت بتكوري العجينه بالشكل ده
بتقدري تنقشي عدد كبير في وقت قليل، بتنجزي يعني كتير في الوقت بدل ما تقعدي تمسكي واحدة واحدة. لا، رصي العجينة بتاعتك بالشكل ده وامشي عليها بالبصامة او بالختامة دي، بتختم او بتعمل شكل حلو عليها في وقت كده سريع، تقدري تنجزي كمية كبيرة من الكحك بتاعك. بنكمل التشكيل. لو حابة اشتغل بمنقاش، يفضل المنقاش في الكحك اللي ناشف شوية، يعني اللي مش سمنته كتيرة، لان هنا بصي لما تيجي تعملي بالمنقاش مع كحك ناعم مش هيبقى باين التفاصيل بتاعت النقشة. يعني يفضل المنقاش يبقى في الكحك اللي شوية ناشف، اللي هو الدقيق نصه سمنة. اشكال بسيطة كده او نقشات بسيطة، مثلا ممكن اعمل الشكل ده كده زي حرف، زي علامة الزائد، وفي النص في الاربع تربع دي بعمل رسمة زي التمانيات كده او خطوط. يعني التشكيلات الواحد بيفنن فيها بقى، اللي بيطلع في تصوره بيحطه على الكحكاية بالشكل ده. وزي ما قلت لكم، فكرة المنقاش بتبقى احسن واوضح في الكحك اللي شوية ناشف، مش الطري او الناعم. ممكن تعملي بالظبط كده تركات بالطول وبالعرض بأي شكل عشوائي انت عايزاه. انا نزلت على صفحة البيج فيديو جميل قوي، فيه شوية نقشات جميلة قوي بالمنقاش، شكلها لذيذ قوي، ممكن تلاقوها على الصفحة. اللينك بتاع الصفحة بحطه في صندوق الوصف. مجموعة رسومات بالطول، مجموعة بالعرض، اللي بالعرض جنبهم بالطول، واللي بالطول ارسم جنبهم بالعرض، وهكذا. برضه من الاشكال الكويسة. ممكن تعملي نقشات تشبه لورقة الشجر مثلا، يعني الأفكار كتيرة بالشكل ده لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك. بحطها في الرف الوسطاني بالنسبة للفرن الكهرباء، ودقايق على طول، بيستوي من فوق ومن تحت. بنبدأ نطلعه بالشكل الجميل ده، الحمد لله كده طالع تمام اهو، سخن جدا طبعا. ببدأ بقى ايه الأفضل، ان كنت هنزله كده لكن الأفضل على انه كحك ناعم ما يتكسرش، ان انا امسكه واحدة واحدة وابدأ انزله. ما يختلفش خالص عن الكحك الجاهز. لما بتضيفي ليه تزودي شوية في كمية السمنة، يعني زي ما قلنا الكيلو الدقيق لما بتخليهم 600 جرام بيبقى ناعم بالظبط، بنفس جمال وحلاوة الكحك اللي من بره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم.